لو زرت قضاء بيجي في هذه الأيام فلن ترى سوى الدمار والخراب الذي لحق بمنازل المواطنين ومؤسسات الدولة منذ 7 سنوات بان تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي. دمار كبير يجب أن يقابله تعويض أكبر للعائلات المتضررة. أهالي القضاء سئموا المطالبات في تعويضهم على مدار السنوات الماضية، على الرغم من إعادة تشغيل مصفاة بيجي وتخصيص الأموال لإعادة الإعمار، فإن بيجي ما تزال منكوبة حتى يومنا هذا. السبب ما سبب التعويضات، يقول لك الميزانية أو يرجع لك المعاملة ورا سنة، يقول لك هاي المعاملة ما منجزة وما شنو، نطالبهم بإنجاز المعاملات في أسرع وقت ومساعدة المواطنين، لأن العوائل ما رجعت القضاء بيجي بسبب أنه ماكو لا عدا مادة تبنى ولا عدا شيء ولا حال، الحال تعبان، الوضعية تعبانة. وما زاد من مأساة أهالي القضاء من المتضررين هو مساومتهم على مبالغ التعويض عن طريق أخذ جزء منها لصالح سماسرة مقابل تسهيل دفع تلك المبالغ، وسط مطالبات للجهة المعنية بضرورة مراقبة هذه الحالات وتيسير إجراءات دفع مبالغ التعويضات. سوينا معاملة مال تعويض، عندي بيتي محروق ومفلش ورايح، وعندي محلات 9 محلات بالصناعة، ولحد الآن مشي معاملات أكثر من سنة، صار من مشينا معاملات، العند واسطة والعند كذا محسوبية ومنسوبية تمشي معاملته ويستلم، وإحنا الناس الفقراء ما حد يمشي لنا معاملات. هذا هو حال قضاء بيجي، دمار تجاوز ما نسبته 90%، وتهجير يقابله اعتراف حكومي بنكبة هذا القضاء، وكل هذه المأساة لم تشفع في تحصيل الحقوق. يعني من يعوضنا إذا ما الحكومة تقفلنا؟ من يوقفنا بعد؟ من صلاح الدين، عبد المنعم الويسي، قناة الفلوجة.